ريبريزونتون توريستيك مع تور اوبيراتور اترانجي في مطار تونس كارتاج، ما كنتش نغني، كنت نقدم السياحه نتاع بلادي للتور اوبيراتور فرونسي كي كان يجيو معنا لي كوم. اه تري بيان، معناها النجم نشوفوك وزير سياحه؟ لا صعيب شويه. مناصب ما نحبهاش. أنا توا فن كهو ترفق المناصب السياسية. شو يقلقك مثلا معز دينيز وزير سياحة؟ قل شنو اللي ما يقلقنيش؟ اش بيك؟ يدي فاكهة طويلة. جاني مصيبة، جاني مصيبة كي واحد ما يعرفش العبد اللي قدامه. أول حاجة أنا جابارتيان أون فامي بوليتيك، هذه حاجة أنا عندي، أنا نهبط من عائلة سياسية بامتياز دو أون. دو دو عندي. علاه يا أخي هو بالوراثة؟ خلينا نكملك، عاد خلينا نعطيك حاجات اللي أنت ما تعرفهاش. لا أنا نعرف فنان استعراضي. لا عارف في أنت مش حتى الصفة الأولى ليا على كامل احتراماتي ليك، الصفة الأولى ما تتملاش. أنت عرفتي، أنت ولد بلادي. أنا نعرفك. أي لا ما تعرفنيش. لا سامحني نعرفك. أي تعرفني. أنا نعرفك قبل الجمهور هذايا، نعرفك في إحنا الكل. أي صحيح. أنا نعرفك من قبل، أنت ولد بلادي. وجبتك أنا شجعتك وقتها. عزيزتي وقت دخلت أنت للصحافة تخدم أنا كاشيتي بالملايين قبل ما تولي أنت صحفية. داكوردو. وحفل أي وحفلاتي معبين بالجمهور. ملايين. داكوردو عزيزتي. تو أسامي كبار سامحني ما همش ياخذوا في الملايين في تونس. تاخذ فيهم أنت مع دينيز. أي يا مانيزي علاش تستبلهوا في المشاهد؟ علاش؟ المشاهد يا بنتي شبيها؟ علاش هكا؟ راهو فما راهو الناس راهم واعيين اللي يتفرجوا فينا. يا ميسا انت ماكش واعي يا معز. لا ما نسكتش عادي، لا تحكي معايا انا على تشجيعي وتحكي على خدمتي. لا عادي هكا توا مسرح ياخذ ملايين. خليها مقابلتني توا خلينا نحكي معاها. ربي يصلي على النبي. لا عادي عزيزي ما تعرفيش تاخذ ملايين. لا لا يا عزيزي شنو الملايين اللي تاخذوهم يا عيني؟ وقفك وعرف حجمك بالكدا. انا حكيت عرف حجمك بالكدا. تحكي معايا باحترام. اعرف حجمك بالكدا. يا ميسا يا بنتيس اعرف حجمك بالكدا. لا 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 عندك 5 سنين. عندك 5 سنين ما تجيش انت تعزز في بلاصتك على رد بالك. ما ينفعش رد بالك. معز معز انت تحت الامر روحك. انت رد بالك ما تحكيش عليك. انا انت ما تعرفنيش ولا بالك. انت ما تعرفنيش. ما نعرفكش. ما تحكيش عليا ولا بالك. صادفتني 3 سنين على هدف اليوم عملت بال باش حكيت بها في الايميسيون. لا لا رد بالك. هذه كانت تخدم ولا ما تخدمش.